الإهمال وغياب الدعم الحكومي لقطاع الرياضة ليس بجديد أو طارئ في حكومات المحاصصة والولاءات، وهو أمر يلقي بظلاله الثقيلة على أبطال قد يصلون إلى العالمية لو وفرت لهم أدنى أنواع الدعم والاهتمام الحكومي، يقول مدير منتدى شباب خانقين في محافظة ديالى. يعني أدنى أبطال على مستوى العراق وهم بإمكانات كلش محدودة، ما لقينا دعم حكومي لهم يلزم ايدهم ويخليهم بالطريق الصحيح، لانه اذا هذا البطل شويه تهتم به اكثر يمكن يوصل للعالميه. مدرب منتخب ديالى لرياضه المواي تاي يؤكد ان لاعبي المنتخب حازوا على المراتب الاولى في البطولات المحليه، لكنهم لا يستطيعون المشاركه خارجيا، فهم محرومون حتى من بدلات السفر والاقامه، فحتى البطولات المحليه شاركوا فيها على نفقتهم الخاصه. كم دعوه يجي لبطولات خارج العراق؟ ايران ما ايران يجوا لي دعوه، ما اقدر اشارك اللاعب، يعني دعم ماكو. هسه ابصر رحنا البطوله مال كربلاء، كل لاعب تقريبا صرف 300,000 على حسابه، 300,000 تقريبا صرف. فبطولة مال كركور رحنا كلها 150 200,000 صرف، 4,000 فندق انت عندك، اكل عندك، شرب، منام، يعني كل شيء عندك، يعني دعم ماكو، شو تسوي؟ ما تقدر تشارك. في الدول المتقدمة ثمة حكومات توفر كل وسائل النجاح لتصنع من الموهوبين من مواطنيها أبطالا، وفي العراق ثمة حكومات تدفع أبطالا حقيقيين للتخلي عن حلمهم. لا أتركها لأن ماكو دعم. أنا من الصبح لليل أشتغل، نوب أجي نام القاعة. بغض النظر عن الفساد وانتشار الفقر والبطالة وغيرها من مفرزات الحكومات المتعاقبة، فإن مجرد إهمال الموهوبين في القطاع الرياضي وغيره من القطاعات يقدم إجابة وافية عن أسباب هجرة العراقيين وإبداعهم خارج وطنهم.